مرحبا، أنا جنيد منير، نائب سفير لدى السفارة الأمريكية بصنعاء. أنا من ولاية ميشيغان القديمة، فيها أكثر تجمع من العرب الأمريكيين، بما في ذلك كثير من اليمنيين الأمريكيين. الاسم العربية كاسم منير هي عدية، فسكان ميشيغان يمثلوا التنوع في الولايات المتحدة، والعرب الأمريكيين هم جزء مهم من تنوع ميشيغان. لدى العرب الأمريكيين تاريخ طويل من القيادة السياسية والاقتصادية والمدنية في ميشيغان. على سبيل المثال، تعتبر مدينة ديربورن مركزا ثقافيا، فهي تضم المركز الإسلامي للولايات المتحدة، وكمان هو المتحف الأول والوحيد في الولايات المتحدة للثقافة والتاريخ العربي الأمريكي. أتمنى أن تحتفلوا معنا بشهر التراث العربي الأمريكي، وشكرا.